مشاهدة مجموعة مختارة من القنوات التلفزيونية أينما تواجدتم أصبح ممكناً وبكل سهولة مع فيو موبايل. كل ما يلزمكم في هذا الصندوق. هذا جهاز VM500. هذا هو جهاز الاستقبال VM500. وهذه وصلة الطاقة. وهذا هو جهاز التحكم عن بعد. وهذا لاقط البث. وهذا كتيب التعليمات، ستجدون فيه كل المعلومات اللازمة لكم، ويتم التوصيل كما يلي. هكذا يتم تركيب وصلة الصوت والصورة. وهذه وصلة الربط بجهاز الملاحة، ويتم توصيلها بهذه الطريقة. وهكذا يتم تركيب وصلة الطاقة. وهنا يوصل الجهاز بالطاقة، وهنا يوصل بلاقط البث. وهذه قاعدة مغناطيسية لتركيب لاقط البث على جسم السيارة، ويثبت لاقط البث على ظهر السيارة، ويتم إخفاء الأسلاك تحت مطاط الأبواب، ويوصل لاقط البث بالجهاز. ويوصل أيضاً بجهاز الملاحة، وعند الانتهاء من التوصيل يصبح ممكناً مشاهدة القنوات التلفزيونية، ثم تضاء شاشة جهاز الملاحة وتظهر علامة التلفزيون. وللشاشات الخلفية يتم التوصيل عبر وصلة الصوت والصورة. لمشاهدة القنوات التلفزيونية يجب اتباع الخطوات التالية. عليكم تحميل التطبيق فيو موبايل ماجيك. عليكم وصل التطبيق بجهاز الاستقبال عن طريق الواي فاي. عليكم البحث عن اسم الجهاز وإدخال كلمة المرور. ورمز الواي فاي موجود على ظهر جهاز الاستقبال. لسلامتكم ينصح باستخدام هذا التطبيق من قبل ركاب المقاعد الخلفية فقط. والآن أنتم جاهزون للاستمتاع بمشاهدة القنوات التلفزيونية من فيو موبايل. مزايا الواي فاي: تغطية مساحة 5 أمتار، 8 مستخدمين في نفس الوقت ولقنوات مختلفة. التطبيق متوافق مع أبل ستور وجوجل بلاي. والآن نقدم لكم جهاز VM300. هذا هو جهاز الاستقبال VM300. وهذا لاقط البث. وهذه وصلة الطاقة. وهذه جميع الوصلات اللازمة للتركيب. وهكذا يتم تركيبها. وهنا توصل بالطاقة. وهنا يوصل بلاقط البث. وهذا هو بنك الطاقة لجهاز VM300. وبهذه الطريقة يوصل الجهاز ببنك الطاقة. كما يمكن استخدام أنواع أخرى من بنوك الطاقة. خطوات تشغيل VM300: أولاً، تنزيل التطبيق فيو موبايل ماجيك. ثانياً، وصل الأجهزة الذكية عبر الواي فاي. ثالثاً، أدخل التطبيق واستمتع بالمشاهدة. هذا جهاز VM500 ومواصفاته: تشغيل لاسلكي للأجهزة الذكية عبر الواي فاي، تشغيل بواسطة وصلة الصوت والصورة، تشغيل بواسطة جهاز الملاحة. وهذا جهاز VM300 والذي يتصف بإمكانية تشغيل الأجهزة الذكية عبر الواي فاي. ويمكنكم أيضاً استشارة مراكز البيع عن التركيب من قبل مختصين. ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه القنوات أينما تواجدتم.
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمجموعة قنواتكم المختارة مع فيو موبايل. مع موديل VM 500 يمكنكم استخدام جهاز التحكم عن بعد من زوايا مختلفة. وكلا الجهازين VM 500 و VM 300 يتم تشغيله عن طريق الواي فاي عبر أبل ستور وجوجل بلاي. مع البث التلفزيوني الفضائي فيو موبايل، أنت وعائلتك ستتمتعون بمشاهدة القنوات التلفزيونية المفضلة لديكم أينما تواجدتم، وتشمل مناطق التغطية التلفزيونية كلاً من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن والأردن ولبنان ومصر والسودان وإثيوبيا. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت magicsat.net. متعة مشاهدة القنوات التلفزيونية أينما تواجدتم مع فيو موبايل.